شاهدوا المزيد من الأفلام والمسلسلات مجاناً على شوفماكس.com. أسفي على روحي على جروحي على جمرك والصدر. جيب لي صبر لما الضنا ماله قليل. جيب لي صبر لما الضمير يصبح غريب. لما تجي تحضن حبيب ويطعنك طعنة غدر. آه ضيع العمر. مريت ومشيت بأماكن بعرفها حسيت غربي لا ما فيه وصفة. نفس العيون بس وين نظرات الدفا. نفس العيون بس وين نظرات الدفا. وين الوفا شو يلي صاير بالخفا. جيب لي صبر يا زمن جيب لي صبر. دوري يا دنيا بس أنا ببقى أنا رضى عن حب الخير وما عندي أنا. دوري يا دنيا بس أنا ببقى أنا رضى عن حب الخير وما عندي أنا. عز وفقر ولازل مجبول بغنى ظلم وقهر. بس هالظهر ما بينحنى. جيب لي صبر يا زمن جيب لي صبر. أهلين بابا، خير؟ ما بعرف بابا، حاسة حالي مخنوقة وتعبانة، حابة أحكي معك لحالنا. طيب بابا فوتي فوتي، عمتك نايمة، فوتي. بابا ما بعرف شو اللي عم يصير. ماما تعبانة كتير وصار لها يومين عم تبكي ومتوترة. بسيطة بابا بسيطة، خليكي جنبها انتي. مو انت؟ انت بتعرف من الصبح لهلا قديش صرلي مشتاقة لك انا؟ بعرف بابا، بس مو قد نص ما انا مشتاق لك. واكثر. بابا، المهم هلا لما ترجعي على البيت بتوقفي جنب امك، خاصة بهالفترة هي بالذات. ما هو هذا الوقت بالذات اللي مربط لي ايدي. بابا ايمتى بدنا نخلص بقى؟ من شان الله قل لي. أنا آسف بابا،
أنا بعرف إني طلعت من الحبس كركبتكم كلكم. في ناس من اللي حوالي تعبانين وعم يأسوا، بس هذا هو تمن الحقيقة. كلكم عم تدفعوا التمن معي. بابا لا تحكي هيك، أنا ما عرفت طعم الحياة غير لما تعرفت عليك. بعرف بابا، كرمالي تحملي، كلها فترة بسيطة بتنتهي، وأنا بوعدك إنه هالمآسي كلها هينغيبها. صحي بابا، حكيت معي حنان وقالت إنه ريهام صارت معهم بالبيت. أنت لازم تنبهيها، لأنه احتمال كبير إنه رضوى تصطدم مع رؤوف. بابا، حنان لما حكتني قالت لي من لما اجت لعندهم ريهام على البيت وابوها وامها يعني ما تركت لهم فرصة انهم يحكوا مع بعض. وحنان الله يعينها كمان متوترة كتير لانه في كتير مشاكل بينه وبين ريهام. طب ليش؟ ما بيتطايقوا. هلا حنان كتير حاولت انها تتقرب منها لريهام، بس ريهام من طول عمرها هي مكيودة وغيورة. بسيطة بسيطة حبيبتي، كله هذا بنحل. المهم هلا روحي على البيت وخليكي جنب امك ارجوك. بس بشرطة شو؟ بدي اياك تدير بالك على حالك كثير منيح. طيب خلص لا تاكلي امي. حبيبتي باي. شو ماما عم تدرسي؟ دراسة شو هاي؟ شايفة انه هالوضع اللي عايشين فيه بالبيت خرج دراسة؟ المهم هلا طمنيني، كيف حاسة حالك؟ ماشي الحال الحمد لله. ان شاء الله الخانم نامت وريحت حالها شوي. طبت غراضها بالاوضة وركنت حالها، بس كمان التانية متضايقة قدك على 100 مرة. شو هالحكي؟ ليش بالله؟ ما يكون انا اللي قاعدة على قلبها. لك امي شو قصتك انت؟ شو بكي؟ كمان هذا البيت بيت ابوها مثلك. شو بكي؟ ليش ما رديتي؟ ما بدي رد ماما، ما بدي رد. تكون هي رفيقتي وبدها تسالني ليش ما داومت اليوم. ايه امي ما قلتي لي. مالك ناوي بعض قصريها انت واختك؟ لا ماما، مالي ناوي. اليوم حكيت مع يارا وقالت لي انه امها تعبانه كثير، كله من الخانم تركي امها وحردانه برات البيت. لك امي الحنا شو بدنا بقصص العالم ومشاكلهم؟ طمنتي خالك وخالتك؟ ايه حكيت مع خالته امل وحكيت يارا وطمنتهم. خالك كيفه؟ اما شو هالخاله هاد؟ وحياه الله ما في مثله. كل عمره خالك له هيبه 100 شب. شخصية؟ هلا هو يعني مو كتير شب، بس وقفته بالمستشفى كانت كتير منيحة، حسيته كبير هالعيلة، كل الوقت ما في إلا عم يهدي هاد ويروق هاد. حكيتي معه؟ خجلني غيرات الله. بتصدقي أول ما عرفني هيك ما لقيته غير عانقني. بوقتها فهمت قديه هيك حق معك إنك تحني له. ردي أمي على تليفونك، أنا عيني ارتاح شوي. الو. مرحبا حنان، شو نايمة ولا ما بدك تردي؟ ليش بدي رد؟ ما انا خلص قضيتها لمصلحتي. طاري قلبك اسود يا بنت. طيب اذا متضايقة مني بتغيبي عن الكلية؟ لا ما رح غيب عن محاضراتي، بس انا كان صاير معي ظرف وما قدرت اني اجي. بعدين ليش كل هالقد مهتم؟ انت قلتي له نحن رفقات. مزبوط، وانت كمان قلت انك مستغني عن هالرفقة كلياتها. طيب اسمعي حنان، والله اذا تضايقتي مني فانا جد اسف، والله ما كان بقصدي اني ضايقك. هلا من جهه ما زعلت زعلت، بس الحقيقه انا ما اجيت مو لهذا السبب. الماما تعبت شوي واضطرينا ننقلها على المشفى. سلامتها، ان شاء الله شغله بسيطه. لا بسيطه بسيطه، نزلت تخطى شوي والحمد لله هلا صارت احسن. غريبه، اليوم شفتها لرؤى سالت عنك بس ما خبرتني شيء. حاكتني وانا ما كنت عم رد عليها ولا عم رد على حدا. بس ليكك رديتي علي. مزبوط، بس انا خفت عليك من تأنيب الضمير. منيحه هي، عموما سلامتك لامك. الله يسلمك يا رب.
وصح شكرا على هذا التليفون والتليفون تبع امبارح. لا تبع امبارح بدك تنسي لي اياه، خلينا بالتليفون تبع اليوم. طيب يا سيدي شكرا على تليفون اليوم. رح شوفك بكره؟ اكيد. طيب منيح. لكن ديري بالك على حالك هلا. بشوفك بكره، ايه؟ تصبحي على خير. وانت من اهله. باي. العظيم ما في شيء مستاهل لكل هاد. خلص بكره بيرجعوا بيفتحوا المعرض، شو صاير على الدنيا يعني؟ مو ظابطه معي هي القصة. شو يعني اني انا عم اقبض مصاري بدون ما اشتغل؟ شو يعني؟ لك اخي والله العظيم امرك عجيب، يعني اللي صاير لك مو صاير لحدا. عم اقبض مصاري هيك من الهوا. انا هاي المصاري السهلة ما بحبها. ما بتريحني. تعودت اشتغل لجيب مصاري، تعودت ما اقعد بلا شغل. طيب ليكك عم تنزل لعند احمد تساعده بالمحل؟ عم انزل. وبصراحه الشباب بدهم ياني ارجع استلم ورش معهم. شلون يعني بدك ترجع تستلم ورش معهم؟ نحن مو اتفقنا انك تشتغل شغله ما تعطلك عن دراستك؟ اختي من الاخر انا ماني حابب الشغل مع الحجي، ماني مرتاح، وشغلك معه كمان مو مريحني. انت حره تصطفلي، انا بالنسبه الي ما انا ظابطه معي، ماني مضطر. طيب خلص طول بالك للاقي لك شغل تاني. رجعنا لنفس الديباجه. تلاقي لي شغل تاني يعني عن طريق الحجي. انا هدول العالم ما عاد بدي اشتغل معهم، راح دور على شغل الي بمعرفتي. تمام. ودي رسالتك مصممة علي براسك مو على راحتك. هيك على السحبة انت بتخلصوا؟ والله يا خال بدنا شي اسبوعين ثلاثة. لا كثير، شدوا شوي. المشكلة ما في ولا شي جديد بالسوق. شلون عم تدبروا راسكم؟ بنجيب مستعمل. دخلك؟ الرخصة شو صار فيها؟ رحت كثير معصب جينا والله، حتى فهموني اني ما اعذب حالي. شو الحكي؟ ليه؟ هلا اللي فهمته انه عدنان عم يشتغل فيني. عاطي تعليمات انه هي الرخصة بالذات ما تمشي. عاطي تعليمات الرخصة ما تطلع؟ شو وزير؟ ولو يا خال، هذا زلمة عبد الرؤوف البندقجي، يعني نص الدولة رفقاته. والحل؟ والله ما بعرف. هلا في زلمة عم بيساعدني، وإن شاء الله بتزبط. إن شاء الله إن شاء الله. صباحا. أهلا أهلا. شرف على الزبون، بشرفك، كيف بدك أنا أخلص بسرعة؟ على فكرة من مصلحتك إني مستعجلة أنا، جاي أصبح على بابا وروح، يعني نفذت هالمرة. بتتهمك. حاجة نار أنت وياها. شو كيف امك؟ الحمد لله تحسنت شوي. ان شاء الله يا رب ديري بالك عليها. اكيد. اصحى كتكنتك ها؟ لا بس. باي بابا. باي حبيبي. باي. مرحبا بابي. اهلا وسهلا بالست ريهام. شو يا انسه؟ ليش مانك بالجامعه؟ الدكتورة اعتذرت عن المحاضرة، قلت لحالي بجي بشوفك وبتطمن عليك، لأنك امبارح ما اجيت. مظبوط. امبارح ضليت بالمزرعة لأنه جون ضيوف اضطريت ابقى معهم. بابا حنان لساعتها قلبي خلقتها. مظبوط، ورح تضل هيك على طول، يعني مو ظابطة أبدا نسكن ببيت واحد يا بابا. هذا الكلام أنا اللي بقوله وهالشي أنا اللي بقرره. لساعتك بدك تشتغلي؟ إيه والله يا ريت، بتمنى على القليلة بعبي وقتي شوي. ماشي، رح لاقي لك شغلة ظريفة، ومن هون لوقتها بدي منك يوميا تطلع على المعرض. أنو معرض؟ معرض سامر قصدك؟ ما في شيء اسمه معرض سامر، لا تجيبي لي سيرة هذا التافه، هذا معرض أبوكي، معرض البندقجي. بس بابا أنا ما بفهم بالسيارات أبدا. ما مهم بابا، المهم بدي حدا من طرفي يدير باله على الشغل واللي هو أنت.
طيب ماشي بابا، وأنا موافقة، بس مو لازم قبل حدا يفهمني شوي عن الشغل؟ في شاب ظريف بيفهم ورح يعلمك شوي، اسمه طارق. بس بابا أنت بتعرف موضوع طارق ويارا. بابا لا تجيبي لي سيرة يارا أبداً. وطارق موظف بعد دوامه ما قلنا شي عنده، هو شاب كويس وأدبي. أنا ماني زعلان مني، بس أنه متضايق. يارا المشاكل اللي عم تمر فيها آخر فترة عم بعدنا عن بعض. لك يا مجنون، في شي بالدنيا ممكن يبعدني عنها؟ بحبك يا وأنا بحبك، بس أنت الأهبل، لأنه مستحيل شي بالدنيا يبعدني عنك، يعني فكر فيها. يا ستي، نحن اثنيناتنا هبلان ولابين على بعض، منيح. المهم هلا، كفيني. عن شو كنا عم نحكي؟ شفتي مين الأهبل؟ شو عن شو؟ عن أمك. أوكي صحيح. ما بعرف كيف حسيتك. ندمانة؟ طارق أنا هاد الحكي اللي بدي أقوله مو لأنه بابا، لا والله، بس طبيعي كتير إنه أي إنسانة بالعالم تندم لأنها خسرت رجل حقيقي مثله كرمال هالوسخة رؤوف. بتعرفي امبارح كنت عم بحكي مع سهر بهالقصة، فهمت إنه هنن حتى لو رجعوا فتحوا المعرض أنا ما راح أرجع أشتغل. سهر غريبة، بتحسسني دايما إنه موقفها ضعيف. مشان شو؟ مشان هالقرشين اللي عم تاخدهم؟ سهر ببساطة تقدر تلاقي شغل أحسن من هاد بألف مرة. بس في شيء أنا ما عم أقدر أفهمه. طيب ليك طارق، إذا بتحب أنا بحاكية. أنا أكتر واحد بيعرفها لسهر، شو ما حكيتي معه ما راح تصل إلي شيء. رضوى الله يرضى عليك، أجلي لي كل المواضيع لوقت تاني. راسي مو حملان، راح يطق راح ينفجر من كتر ما في مشاكل براسي. خلص روقي، وقت اللي بيجي الوقت المناسب اللي بدك اياه نتفاهم عليه، لا تشغلي بالك. لا رؤوف لا، هلا بدي احاكيك بالموضوع وبرات البيت. راح احضر حالي مشان تجي تاخذني، ما بدي حدا يسمعني شو بدي احكي معك. ماشي يا ستي، نص ساعة وبخلص شغل وبطلع من هون، وراح نروح نتغدى سوا بمناسبة قومتك بالسلامة. يلا جهزي لي حالك. ماشي راح احضر حالي، الله معك، لا تتأخر. مع السلامة. أنا والله ما بعرف، يعني شوف الموضوع من وجهة نظر تانية. إيه؟ لحظة يا جماعة. ألو؟ أهلين ماما، كيفك؟ إيه أنا بالجامعة هلا. طمنيني عنك، كيف صرتي أنت؟ أخذتي دواكي؟ إيه منيح الحمد لله. لا لا ماما لا تستنيني، أنا رح أتغدى برا. طيب ماشي، الله معك، مع السلامة، باي. شو عرفك إني بدي أسمعك على الغدا اليوم؟ أنا آسفة ما فيني أقبل عزيمتك. ليش بقى؟ شو ليش؟ أنا وقت أعزمك أنت ما بتقبل عزيمتي. بيييي رجعنا على نفس القصص. يلا يا جماعة لكن أنا عن إذنكم. يلا بشوفك. لا يلا معي. شو بقى وين راحت هي المعجوقة؟ لك مزوقة، حسيت إني بدي أعزمك ليه؟ قامت سلحبت لحالها، يمينة منها. تعي بدي أقول لك شغلتين. رح نتفق اتفاق من هلا وبعد. يعني مرة أنا أعزمك ومرة أنت بتعزميني. أيوة. اللي بيسمع هذا الحكي ما بيصدق شو حكيت معي على التليفون. رجعنا على قصة التليفون، نسي 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 لهالتليفون. طيب يا سيدي وأنا موافقة. يلا. يلا. قوم خلينا ناكل وبعدين زعلني على كيفك، قوم. لا بزعلك، قوم. كيفي كاسة الشاي معك؟ تفضل. يلا. حجي، هلا بدك تحكي لي بصراحة عن كل شيء، شو علاقتك بقضية أخي كمال؟ ابنك سامر هيك عم بيقول. ابنك هذا المغضوب لهون وصلت معه؟ يوه 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 يا حجي حرام عليك، حاش تغضب بقى على الصبي. خلينا هلا بقى بموضوعنا، احكي لي بصراحة. بصراحة القصة وما فيها اني تجوزت نهال وربيت اللي بنته. حجي انا ما بحاكيك عن هذا الموضوع، انا بحاكيك عن حبس اخي كمال وقصة التهريب. الظاهر أخوك يا حجة مخه طائق، عم يتهيأ له شغلات ما أنزل الله بها من سلطان. قال شو؟
أنا صهر جوز أخته، أنا اللي زتيته بالحبس. يا أخوك مخ خطائي يا أما ألي الأصل. طيب وإجيت معك ليش لحتى يتهمك بهالشغلة؟ شو بيستفيد؟ عم تسأليني إلي؟ روحي اسألي له. ليش أنت خليتني شوفه من وقت ما طلع من الحبس؟ مو أنت حالف علي إني ما شوفه؟ حجي أنا مزبوط حلفت عليك ومنعتك منك تشوفي. ليش؟ للحكي اللي عم يصلني، لكن بشرفك بضميرك وبعرفك ست حقانية، في أخ حريص على بيت أخته بيقلب ابن أخته على أبوه. يو شو دخل أخي كمال بينك وبين ابنك سامر؟ ولو يا حجة، ما ابنك سامر منين جاب هذا الحكي؟ مين معبي له رأسه غير خاله؟ معقول هذا؟ يا حجي أنت جننته للولد لما رفضت أنك تزوجه. حرام عليك، صار شب لازم ينضب بقى ويتجوز ويكمل نص دينه. كمل نص دينه؟ ابنك هذا المغلوب يلي استأمنته على مالي ورزقي، شايف عدوي عم يطعني بخاصرتي وساكي؟ طيب وجيت معك شو بيستفيد كمال من كل هالشي؟ ولو يا حجة، اسألي حالك، اسألي أخوك كمال هذا الشريف النزيه، منين جاب حق الدكانة؟ دكانة حقها بالملايين، منين جاب؟ شلون عم يأكل؟ شلون عم يشرب؟ شو عم يصرف؟ تعرفي الدنيا غلا كتير يا حجة. أخوك يلي كنت مستعد مدله إيدي لساعده بالخير، عم عضل إيدي اللي مدت له. مو بس هيك، إجا عم يحاربني ببيتي، بنص بيتي عم بيحاربني. وبمين؟ بابني يلي ما عندي غيره. وحضرتك ما تستبعدي بكرة يجيبك لعنده ويقلبك علي. لا يا حجي، أنت بتعرف أنا راسي ما بتعبى غير بالحق. الله يشهد مزبوط هذا الحكي. عداكي العيب، مالك مثل غيرك، مو مثل ديك الخانو يلي بنتها صارت بعمر الجواز قال شو حنت له. نهال؟ نعم نهال. ما سألتي حالك لكن ليش ريهام تركت أمها وجت لعندك؟ بعدين السيد كمال الله يصلحه طالما طلع من الحبس، بدل ما يعترف بغلطه ويجي يتشكر الناس يلي حافظوا له على بنته، جاي عم يعمل لي هاي المشاكل. لك عيب الشوم، عيب الشوم. بس كلي حجة، كلي كلي كلي. لا حول ولا قوة إلا بالله. حبيبة قلبي، وأنا كمان كتير اشتقت لك، بس دريت إنه عمتك مرضت سلامة قلبها. الله يسلمك يا رب، الحمد لله صارت أحسن هي. يوم كنت عم بحكي مع طارق اتفقنا إنه بركي بكرة بنشوف بعد، شو رأيك؟ أي يا ريت، أصلاً أنتوا وعدتونا بزيارة. أنا اليوم حكيت مع بابا واتفقنا إنه بكرة نعزمكم على الغدا مشان نرد لكم العزيمة. ولو مو بيناتنا بنوب؟ إيه أكيد مو بيناتنا، بس أنا حابة أشوفك وبدي أحكي معك بموضوع بصراحة. خير حبيبتي، في شي؟ ما في شي مهم، بس بكرة منقعد على الغدا ومندردش شوي ومنقعد الرجال لحال والنسوان لحال. اي خلص اوكي، ليش لا؟ بقعد انا وياكي، وانا كمان في موضوع بدي احكي معك بخصوص طارق. طارق؟ شو بو؟ اخ يا يارا، والله العظيم مجنني، قال هلأ ملاقي شغل جديد وانا كتير خايفة مشان دراسته. اي طارق ما بينخاف عليه، عائله بيعرف مصلحته كتير منيح. مع هيك لازم نتعاون أنا وياكي مشان نقنعه. معناتها بكرة بنحكي ويا بتقنعيني يا بقنعك. حبيبة قلبي، وأنا ناطرتك. بتعرفي عن جد نياله أخي طارق بهالرفقة الحلوة. هذا اللي بدي إياه، أنا اللي بدي ألعب على المكشوف. إيه بس هذا واحد غدارة ما بيلاقي من طرف. لك أخي، هدول الناس ما بيعرفوا يواجهوا، هدول بس بيطعنوا بالضار. هاي فرصتي وحياتك هذي الضار. طيب القرنة اللي رايحين عليها ممكن نبين عليه يعني؟ ما بعرف، هو ما بيعرف سيارته. مزبوط. لا ما بيعرف. خلاص. بقى هاي هي يا ستي غرفتي اللي مدللة. يا سيدي نيالك، كتير حلو المكان هون وهادي. ايه بشل. بس بتعرفي شغلة، هاي الجنينة احسن من اللي كنت اشتغل فيها قبله. دي كانت طريعة عام سيارات، ما كان فيني اقرا ولا كلمة. هلا ايه بس يعني انا لهلا ما فهمت، انت شو بتشتغل هون؟ حارس ليلي. شو بتحرس؟ يعني اصلا هون شو في شيء ينسرق؟ شجرات مثلا؟ لك ما في شيء بينسرق، بس احيانا بيجوك اثنين عشاء حابين يقعدوا على طرف خلوة وشجر وقمر ونجوم، وشغلتي بقى نكد عليهم. ايه بس يعني حلو كثير هذا الشيء.
اني نكد عليهم؟ لا مو انك تنكد عليهم، بس يعني هيك حلو الوحدة تهرب من بيت اهلها بالليل وتجي مع الشاب اللي بتحبه. حنان، انت حبيتي شيء؟ ما بعرف، يمكن اكون حبيت. ما بتعرفي اذا حبيتي ولا ما بتعرفي شو معنات حبيت، بتفرق. هلا فيك تقول تنتين. يعني رؤى وقت كانت تحكي لي عن قصتها مع الشاب اللي بتحبه ما كنت صدقها. ليش بقى؟ يعني وقت كانت تحكي لي انها شايفه الدنيا كلها بعيون اللي بتحبه ما كنت صدقها. شو صار معك لحتى صدقت فيها؟ هلا هي على كتر ما شرحت لي فهمت الموضوع اكثر وصرت احس فيه اكثر. شو هالروح هي؟ قديش شاطره لحتى حسني توصل لك اللي شايفته وخليتك تحسي ما؟ بس عندك جيلان خلص صارت واضحة. رؤوف هو اللي بعت الزلمة لقيت لك، ما في مجال للشك نهائيا. تعرف جاي عبالي انزل دق بخوني واخده على الشرطة يعترف بكل شيء. ايه والشرطة بتمسكها بتهمة القتل، وعود بقى اثبت انه دفاع عن النفس. ولو انا مستني بس لوقعه وبعدين راح اعترف بكل شيء. بدي اقول عنده هالبيت. لمين عم تتصل؟ الو احمد، خالتك رضوى وين ساكنه؟ شو؟ ايه طول عمرك واطي وراح تضل واطي يا ابو ركان الكلب. بعتني يا حقير ما سمرة ما لازم تستعجلها، يعني أنا حاسس إنه أنت مشاعرك ما أنا واضحة لسه. لا تعمل لي مثل أبي، من شان الله أنا بعرف شو بدي، لا تنظر علي. ولك يا أجدب أنا عم نظر عليك، يعني أنا عم حاول بس كيف بدي أشرح لك؟ عم حاول ساعدك تفكر بس. أحمد وين عقلك أنت؟ عم أقول لك حبيتها للبنت، بتفهم شو يعني حبيتها؟ يعني وين الجديد؟ ما أنت كل يوم بتحب تسعى. لا، هون الموضوع مختلف. صفاء ما بتشبه حدا أبداً. صدقني يا أحمد. لما تتعرف عليها رح تغير وجهة نظرك. لا يستر عرضك، ما بدي اتعرف على حدا، بكفيني اني بعرفك انت. ما في فايدة، مثل ابي. بابا انا ما بدي اياك تزعل مني، يعني انا بنتك وبتعرفني مستحيل اطلع عن شعورك. مشان ريهام يعني هي ما عم تبادر باي شيء، انا شو ساوي؟ شو تساوي؟ وتنقبري بوطيك. عم يضربكم ضرب. ما بدي اشوف حدا. شو المفاجأة الحلوة هاي؟ كيف الأهل؟ الحمد لله بخير يا جوا. الوالدة صارت أحسن. يعني عم تتحسن الحمد لله. الوالد هون؟ جوا بغرفته هلا فاتت سطح، ارتاح خانه شوي لناديله. سكي. سلم إيديك يا رب. لك ما فيني أعلي صوتي. خلص ليش التليفون؟ هاي عم نحكي هون. اي لا تخاف وتطلع الفاتورة كبيرة شو يعني. المهم فتشوا البنات كلهم قام ما لقوا معي. لك لا هديك المرة كنت نسياني حطوا على الصامت. اي قام رنوا انكمشت. الحمد لله على السلامة. نورتنا كمال. ميت اهلا وسهلا فيك. شرفتنا يا غالي. بابا ساولنا قهوة وقولي لماما تيجي تسلم على خاله. حنان
خلي الوالدة مرتاحة. أنا جاي أشوف الوالد. بابا عجلونا بالقهوة، خالك بيحب يشرب سادة. حاضر بابا. كمان أنا أنت ما حبيت تشوفني لأنك محروج مني ومتلبك. ولك يا برني ربك بتعرف ليش بحبك ما؟ لأنك بالأصول بتعرف بالأصول. أنت قلت لحالك ليش لحتى لبك حالي وروح شوفه؟ ببعث له حدا يرحب فيه. بس للأسف القتيل إجا لعندك برجلي. قتيل؟ شو رأيك اللي عم تحكي كمان؟ شو رأيك نحكي بأريحية ونكشف أوراقنا لبعض؟ هيك أريح إلك وإلي. أبو ركان عندي واعترف بكل شيء. مين أبو ركان؟ مين أبو ركان؟ الظاهر إنه الغنى الفاحش اللي عايش فيه ضعف لك ذاكرتك. أبو ركان اللي بعدته ليقتلني اشتريته أكثر من سعرك بنكشي. هو الكبل شو عم تحكي أنت؟ معقول يا رجل؟ نحن أهل بعد أنت خال ولادي يا زلمة. معناتها ما رح نتفاهم أنا وياك، لذلك أنا مضطر سلم أبو ركان للشرطة حتى يعترف بكل شيء. كمال؟ ولو كمال؟ ما نحن أهل وأصدقاء. بعدين نسيت إني أنا طول عمري كنت سيفك؟ أنا سيف؟ سيفي اللي بخسرتي؟ سيفي اللي عرقتي؟ على كل حال أنا جاي إلك كلمتين ومشي. احكي كمال، عم بسمعك. الحساب اللي بيني وبينك مطول، بس ليجي وقته بتترك كل شي بخصني بحاله. أنت فاهم؟ الله يسامحك، أنت بتعرف اللي بيخصك بيخصني، ونحن أهل وحبايب. والشي اللي صار غصب عني. أوعك أدرى أنك زعجت أحمد أو وقف بطريقه. وأختي رضوى، إذا بجع راسا منك أو من أي حدا تاني رح أتعبك مزبوط. أنت شو عم تحكي كمال؟ أحمد مثل سامر، بعدين أنا اللي وظفته. معقول أنا وقف بطريقه؟ أنت فهماني منيح، لأنه بعد هيك ما رح أجي لعندك. كمال أنت غالي كتير، واللي بتأمره بيصير. الباب شو عم تعملي؟ عم بدرس. ايوه، وما عاد تعرفي تدرسي الا والباب مسكر. انا رايحه عندي شغله ضروريه، ما بدي لا ثلاثه وحكي على التليفون، كل شوي بدي اتصل. يا ويلك اذا بلاقي الخط مشغول. ليش انت شايفتيني عم لق التليفون شيء؟ لي شهر ما حكيت على التليفون. طمني يا حبيبتي. انتبهي لدراستك، اخواتك ناموا وطارق يمكن نام، وانت لا تسهري كثير. ماشي تكرمي، رح ادرس شوي ونام. ماشي. ايه رامي؟ شفته وحذرته انه يتعرض لاي حدا من اللي بيخصوني. يعني جبت له سيرتي؟ يعني انت منك معتبر حالك من الناس اللي بيخصوني؟ لا مو هيك القصه خال، بس انا ماني متعود حدا ياخذ لي حقي، يعني طول عمري باخده بايدي. ايوه خلاص، نحن بنعتذر ابو حميد، وخذها مني ما عاد دافع عنك امام اي حدا من هلا ورايح. لك لا موك. صحيح خال، سامر قال لي انه اسالك اذا بتروح معه تخطب له. تخطب له؟ بده يخطب من وراء اهله؟ المشكله انه ابوه ما انه موافق. اسمح لي، ابوه وامه موجودين، انا اروح ليش؟
اي وين المشكلة؟ شو وين المشكلة؟ لا لا هيك فوتي ما بتنبع. صح صح والله انا مع الخال بهي القصة، هاي الجوازة أصلا مو ظابطة، هو سألنا من هو صغير تنح، شو ما بده بيعمل، بغض النظر عن الطريقة. ايه بس إذا حابب البنت ومتفقين هو وياها، وين المشكلة يا زلمة؟ صحة. حجي صار لك من لما طلعنا وانت ما نطقت ولا حرف، فيك تحكي لي شو اللي مضايقك لهالدرجة؟ اوف كمال مسلم. خلاص أنا بكرة رح أنزل شوفه ونحكي بك. ما في داعي تشوفي، أول مرة بكلفك بمهمة بتفشلي فيها، فما في داعي تشوفي، اعتبري الموضوع أنت. حجي أنا بشو قصرت؟ كل اللي قلت لي عمليه عملته. سهر خلاص قلت لك انسي هذا الموضوع، ما عم تحكي فيه، أنا جاي رايح أعصابي وراح لاقي حل لهذا الموضوع بس بغير هاي الطريقة. ودخلك ما فتح الدم منك شي سيرة عن مستودع أو محل مخبي شي فيه؟ ما بتعرفي ما هيك؟ لكن اللي بدي يفهمه بشو كنتوا عم تقضوا هذا الوقت مع بعضكم؟ ها؟ بشو؟ حجي انت ليه عم تحسسني كل الوقت كأنه انا بعرف معلومات مهمة ومخبيتها عنك؟ والله العظيم كل اللي قال لي اياه كمال قلته قدامك بالحرف الواحد. بلا معك حق، الحق علي انا، أنا كان لازم لاقي قرنة غير هون ريح أعصابي فيها. شرفي صحيح قبل ما أنسى، مري بكرة لعند عدنان بده يعرفك على صبيتين مشان الشغل. الشغل شو كمان؟ بعدين بتعرفي. بكرة موعد لجنة من البنك بالأرض اللي بدي أعمر عليها المعرض، وعلى أساس هاي الزيارة بده يتحدد حجم القرض اللي بدي أخده. وبدك يعني يدبر لك الموضوع بمعرفتي؟ لا لا لا، شفت كيف إنك ظلمتيني؟ عم قلك يا صفاء أنا تغيرت، والله العظيم أنا تغيرت، بدي إياك تكوني معي مشان ما أكون لحالي بس. ليش بتخاف يخطفوك؟ لا أكيد لا، أنا حابة أشوف حالي فيكي قدامهم، صدقيني لما انت تكوني معي رح كون اقوى. وبصفتي شو؟ خطيبتي، مو اتفقنا؟ اتفقنا ندرس بعض منيح. اي لا، لما توافقي بتصيري مرتي، قبل ما توافقي بتكوني خطيبتي، هلا مو اللي بيخطبوا بعض بيكونوا عم يدرسوا بعض؟ مو مشكله، بس انا عندي شرط. اولا ما بتقول خطيبتي ومدري شو، بتعرف عني باسمي. ثانيا وين بشتغل ما بتجيب سيره ابدا. يعني إذا عندك معنى خلينا نلغي القصة كلياتها. لا أعوذ بالله، شو نلغيها؟ شو بدك؟ أنا جاهز إلك علي، ما قلك غير أستاذي صفاء. اتفقنا؟ اتفقنا يا سيدي. لشوف شو آخرتها معك، بكرة أحكي معي بعد 12. أمري لله، رح شوف كيف بدي أصبر حالي من هون لبكرة الساعة 12. تصبحي على خير ماما. هلا أنت ليش ما سلمتي على خاله كمال وقت إجا؟ لأنه في موضوع بينه وبين أبوكي أنا ما دخلني فيه. إيه بس يعني حسيته بابا كان كتير معصب ومتوتر، كأنه كان خايف من شيء. أمي الله يرضى عليكي، أنت التهي بدراستك، بعديلي عن هالموضوع. يعني ما بعرف كيف عم تطلبي مني بعد عن هالموضوع، ما هذا خاله كمال وهذا بابا، يعني عم تفهمي علي شو عم بقلك؟ بلاها الحشرية هي، اهتمي بحالك، عم تفهمي؟ خالي بس كنت بدي اسالك، بتعرفي شي وينه بابا؟ عم تقول له ما عم بيرد.
لا والله يا حبيبتي ما بعرف. خير قولي لي بدك شيء؟ لا ما في شيء، بس هو طلب مني انه طلطل على المعرض، فبس بدي اعرف اذا اروح بكره بعد المعهد ولا شو اعمل. والله يا حبيبتي انا ما عندي خبر، بس على العموم بكره الصبح بتحكي معه. طيب يلا تصبحي على خير لك. وانتي من اهله حبيبتي، الله معك. ابي تذكري انه الك عمي بالحاره جارتكم. اموله صايره عم تنسى يا حويني تربايتي فيكي يا عمي. بتعرفي انه عم تحكي هيك لانه بتحبيها؟ لا شو بنا بابا، طول عمرك عايشه معها، ما حلك تعرفيها لما تعصب بتجدش. بس ما رح خليها تزعل مني وشو ما صار، وهي امي بتعني. هلا شوفوا. طيب 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 هلا شوف، كلمتين بتصالحها مو مثلي انا، بس تزعل مني ببوس ايدها وما بترضى. طبعا هي الكاريزما تبع مثل حكايتها. ما هيك اتفقنا؟ ها مثل ما اتفقنا عمول. مثل ما بدك حبيبتي. صحي بابا لا تنسى بكره موعدينا لسهر وطارق على الغداء. ان شاء الله. أنا بدي أروح. وين وين وين؟ وأنا رح أروح معك. يلا باي. يلا. أموعك. يلا بركة. أبي رح أشألك ها. لك وين رايحات؟ ما كان يخلص من ستري هامي، شو عملت له عمل؟ لك شو كبسة زر؟ طولي بالك أنت، شكرا. يارا. ما قلتي لي شو صار مع ريهام؟ من بعد ما حكيتها اخر مره وما ردت ما عاد اتصلت فيها. هلا بس هيك؟ يعني ليش تحسسيني انه مانك اختها؟ لانه بعرف انها ما رح ترد. بعدين عم فكر بكره اشوفها بالجامعه. انت ليش لساتك عم تسال عنا؟ يعني قد ما كان بهمني اسمع عنها اخبار منيحه. يعني هي البنت بيوم من الايام كانت كل شيء بحياتي. لانك حقيقي. وللاسف بهالايام ما بيمشوا يلي مثلك. بتعرف؟ ريهام كتير محظوظة، بس عن جد ما بتستاهلك. يلا تصبحي على خير. انت من اهله، باي. شوف هيك. وهي المقاسات. شو هاد يا ست حنان؟ طفيتينا. شوي تاني رح تصيري تضاربي علي. صدقني لو بتعرف الظروف اللي عم بشتغل فيها مستحيل كنت تصدق انه طالع معي هذا الشيء. هلا يميني منك من الظروف هي، بتحكي معك عن جد حنان. انت بنت كثير منيحه، يعني حتى شوفي شغلك شوي شوي عم بيتطور مره بعد مره. ليكو مبين. هلا بلا مبالغه. ايوه ليش امتى انا بالغت؟ مع انه بالبداية اول ما تعرفت عليكي كنت حس انه مستحيل وحدة مثل حكايتك تقدر تحمل مسؤولية. يعني بعدين شوي شوي غيرت وجهة نظري. اوف وليش بقى؟ يعني ما هن هيك بنات الاغنياء دائما هيك بيصير. بتطلع البنت اللي معها مصاري لعند الشاب معه مصاري. بتقول له اعمل لي مشروع، بيعمل لها المشروع وخلصت، كثير بسيطة القصة. ايه بس اصابعك كلها مو مثل بعضها. بعدين انا لولاك ما كنت رح اقدر اعمل شيء. يعني كنت رح ضل عم تغلظ عليك بوظايفي. يا علي يا على حدا تاني. لا مستحيل كنت الجأ لحدا غيرك على فكره. استنيتني اعتذر منك؟ بعتقد هذا المفروض. ريهام مين اللي غلطت بحق الثانية؟ فكرتك جاي تسألي عني وتطمني علي، طلعتي جاي تعاتبيني. وصدقيني انا اعصابي كثير تعبانه ومالي قدرانه اسمع عتب من حدا. ريهام حاكيني مثل ما عم حاكيكي وبلا ولدني. Yeah.